أطعمناها تغفر لكل الذي تشتهي. فلا أنك أطعمتها الذي تشتهي ولا أنك مكنتها من أن ترأي الناس بأنك لا تشتهي. فهذه طريقة. طريقة أخرى لحال آخر أرقب يزاح فيها النفس فقط ما عاد أصبح بالنظر الخلق مجال عنده ما يبالي بنظر الخلق قالوا وما قالوا، لكن نفسه يا إن كان صدقت وأظهرت شهوتها فأمها شيء من ذلك، وإن كان لا تظهرت بأنها زاهدة وأنها مترفة غير قديمة ولا تذوقي شيء فيعقبها، فصار شانه مع تربية نفسه وحده قد سقط عنه النظر إلى المخلوقين، لكن هذا مقام آخر غير هذا المقام، وكل في المقام اللي فيه عمل ما هو أولى ما هو ها؟ لا إله إلا الله. قال هذا طريق في طريق في عقوبة النفس على هذه الشهوة الغبية. فإذا أخشى الدسائس من جوع ومن شبع، لا تجوع إلا لله فذلك، ولا تشبع أيضا بمجرد النهم والشهوة ولكن لكسر النفس. ويستشهد بأن الشبع أحيانا أو في نادر من الأحوال لا يكون مذموما، أنه كان يغلب الجوع على أهل الصفة ومنهم سيدنا أبو هريرة، ولما غلب عليه الجوع وتعرض المسألة والنبي أخذ إلى البيت وأمروا أن يدعو أهل الصفة وسقاهم من اللبن عطاه يشرب، وبعدين هو ظن أن ما عاد شبع يصل إليه بدأ يسمنه فشرب حتى قال اشرب، شرب ثانية مرة رجع قال اشرب، هذا شبع بدونه، شرب ثالث مرة حتى كأن الري يخرج من الفاري، فشبع الذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، فهذا شبع ولكنه نادر كمفعص لأبو هريرة كم يجلس أيام يسقط من الجوع يظنونه مجنون وما به إلا الجوع، فشبع النادر ما هو مذموم. فصار الأمر أيضا له موازين، وقوم يجاهدون بهذا الشكل، وكان كذلك وقوم في كم هل يلاحظون ما لاحظوا هنا جعفر الصادق، ثم قد يغلب عليهم أيضا معنى من الكمال فوق الذي ذكره سيدنا جعفر، أصلا ما يبالي تعم أو لم يطعم، رؤي أو لم يرى، قيل أو لم يقل أصلا، فهذا يمشي على سنة يأكل ما وجد ويشرب ما وجد، ولا يتكلف أخذ ولا يتكلف رد، لا يتكلف أن يجهز شيء ولا يتكلف أن يمتنع عن شيء، ويكون قد خلا قلبه عن النهم والشهوة وعن إرادة الخلق، ما عاد غرض في ذا ولا في هذا، يمشي على ما تيسر، وهو درجة من درجات الكمال، لكنها محل النظر، لأن تكثر فيها الدعوة من غير وصول إلى حقيقتها. لا إله إلا الله. الله يثبتنا على ما يحب منا ويتولانا في الحس والمعنى. أبي شمائل جماله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن الله تعالى خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية، انطوت فيه جميع المحاسن المبدعات والفضائل والكمالات. قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فهو سبحانه يزيد في كمال الخلق وجماله ما يشاء أن يزيد، وقد زاد سبحانه في جمال خلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحاسنه حتى اعتلى ذروة الخلق الحسن الكريم، كما زاد سبحانه في كمال قلوبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى اعتلى ذروة الخلق العظيم،
قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد أجمعت كلمة الصحابة الذين وصفوه على أنه لم يرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل، ضخم الرأس شثن الكفين والقدمين والكراديس، مشربا وجهه بحمرة طويل المثربة، إذا مشى تكفى كأنما يقلع من صخر، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وقال البراء بن عازب: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رواه الترمذي. وشرفنا برؤيته ومخاطبته ومجلسته، وأكرمنا بمرافقته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. قد خلقه الله على أجمل صورة، فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة، فكان أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. ما رعى الله شيئا في الكائنات كما رعى حبيبه خير البريات صلى الله عليه وسلم. بعده. كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل، وكان يؤكد ذلك في المجتمعات والمقابلات عامة وفي الجمع والأعياد خاصة. روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. وروى ابن السني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى إخوانه فنظر في كوز من ماء إلى لمته، أي إلى شعره وهيئته، ثم قال: إن الله جميل يحب الجمال، إذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليتهيأ في نفسه. والتجمل هو الأخذ بما يحفظ على الإنسان جماله، والبعد عما يشينه في منظره وهيئته. وأخرج أبو نعيم والواقدي عن جندب بن مكيس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه وفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك، فرأيته وفد عليه وفد كندة وعليه حلة يمنية، وعلى أبي بكر وأمر مثل ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن السمت والزي الحسن من شمائل الأنبياء وخصالهم الأصلية أصيلة. روى الترمذي عن عبد الله بن سرجيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وفي رواية مالك في الموطأ: القصد والتوأدة وحسن السبت جزء من 25 جزءا من النبوة. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من عرض هيئته للشين. ففي الموطأ باب ما جاءت في لبس ثياب الجمال بها. ثم أسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة عنمار. قال جابر: فبين أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل، فقلت: يا رسول الله هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة ظرف شبيه العدس، فالتمست فيها شيئا فوجدت جرو كساء، فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين لكم هذا؟ فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: فعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلق، أي بلية. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أبا له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة، كسوته إياهما.
قال فدعه فمره فليلبسهما. قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ترب عنقه أليس هذا خيرا له؟ قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله، أي ضرب الله عنقه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. قال فقتل الرجل في سبيل الله. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. وقال عمر بن الخطاب إذا أوسأ الله عليكم فأوسئوا على أنفسكم. جمع رجل عليه ثيابه، أي إن جمع عليه ثيابه فحسن. فحسن يقول وأمر صلى الله عليه وسلم كذلك بالتجمل بين الناس، وأن لا يخفوا نعم الله عليهم، وأن لا يظهروا أو يتعمدوا إظهار الأزهار البذاءة البذاذة في الهيئة من غير قصد صريح وحال خاص. فالحال العام للأمة أنه يتوسط في الأمور، لا صلف بذخ ولا إهمال لما آتى الله تعالى من الزينة والجمال وما كان من الثوب الحسن. قال لقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، رد الحق واحتقار الناس، هذا هو الكبر، وليس حسن الثوب وليس حسن الهيئة وما إلى ذلك. وفيه أنه نظر في كوز من ماء إلى لمته، أي شعره وهيئته، فأصلح عمامته وشعره وهو ينظر إلى كوز الماء، يعني بدل المرآة ماشي مرآة ظاهرة. وهكذا قال إن الله جميل يحب الجمال، إذا أخرج أحدكم إلى إخوانه فليتهيأ في نفسه، كما نهاهم أن يتجالسوا قلحا وأمرهم أن يستاكوا، ولكن من لم يجد شيئا فلبس، ومن تعلقت قلبه بنظر الناس فلبس أن يهدب نفسه ويكسرها بتعمد ترك بعض الهيئات في وقت، لكن الأمر العام لا ليس كذلك، وخصوصا عند الجمع وعند الأعياد. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكان له صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها للعيدين والجمعة، وحلوة في بعض الأوقات كانت حلة يلبسها للجمعة والوفود إذا وفد. وذكر في جملة ما كان من الوفود أنه خرج يستقبل الوفد وعليه حلة، وعلى أبي بكر حلة، وعلى عمر حلة، والحلة والثوبان الرداء الإزار والرداء. وهكذا بحسن السمت والزي الحسن من شمائل الأنبياء وخصالهم الأصيلة، الهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، القصد والتوأدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. ويقول سيدنا جابر خرجنا مع الصحابة في غزوة أنمار، قال جابر فبين أن نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل، قلت رسول الله هلم إلى الظل، قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة ظرف شبيه فالتمست فيه شيء فوجدت جروجثة، يعني وجدت في الظرف هذا طرف من الجثة يشمل بعض النباتات اللي تشبه الخيار، ونقول فقوس عندنا ويقول هذا يدخل في الجثة، فهو أشبه بالخيار هذا المشهور الذي يقال له خيار. فخرج له الجثة، قال فقال من أين لكم هذه الجثة هنا؟ قال خرجنا به من المدينة معنا يا رسول الله، منطقة ما فيها الزراعة وهذا. قال جابر عندنا صاحبنا جهزه يذهب يرعى، قال جهزته أدبر يذهب بالذر عليه بردان قد خليقة بليا من نظر لي صلى الله عليه وسلم، قال أمال وثوبان غير هذه ماشي عنده ولا هذا ماشي عنده ولا هذا؟ قال لا يا رسول الله، وثوبان في العيبة في اسمه له اسمه كيس وخزانة شنطة في العيبة حطيتها كتبته إياهم فلدعوا فمروفا ليلبسهم،
سبعة قال بس الثوبين اللي أعطيتك لبيشهما ثم وليله. فقال رسول الله ما له ضرب عنقه أليس هذا خيرا له؟ يذكر نعم الله يحطها قاعد يقفل عليها في الصندوق ويخرج بالثوبين الغلقين هذا والله أنعم عليهم معه ثوب طيب يلبسه ليش خليه؟ ما له ضرب عنقه أليس هذا خيرا له؟ سمعه رجل ضرب عنقه قال يا رسول الله في سبيل الله ضرب عنقه بيجي. قال في سبيل الله وما جاء على وجه الدعوة لكن الرجل خاف وتعرض للنفاق فجاء الدعوة ولو تركها ما يصيبه شيء لأنه جابها على سبيل لغة العرب يذكرون مثل هذه الكلمات ما يقصدون بها الدعاء المقصودون بها أنهم يأنبون يقول ليش ما صلح كذا فيقول رغم عنفه أو يقول فكلت أمه أو يقول ضرب عنقه ما قصده دعاء عليه وجاء الأمر على سبيل لغة العرب لكن الرجل النبي ويقض وخاف من كلام النبي يكون فيه أمره أنه إذا دعا عليه لابد بد لكن فخاف ضرب العنق يكون على حال طيب قال في سبيل الله قال في سبيل الله فمرت الأيام وضرب عنقه في سبيل الله قتل في سبيل الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى وهكذا و يقول سيدنا عمر إني لو أحب أن ننظر لقارئ أبيض الثياب يعني ثوب أبيض نظيف ما عليه أثر غبار ولا وسخ قال عمر إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم جمع رجل عليه ثيابه إن جمع عليه ثيابه مما حسب ما أتاه الله سبحانه وتعالى لا يتكلف ولا يتخلف ويظهر نعمة الله عليه ويشكر الحق سبحانه وتعالى وقد مدح الله قوما قال سيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ويظهرون نعمة الله عليهم وفي الحديث ولا تمارضوا فتمرضوا يظهر المرض يمرض من صدق بعدين وهكذا يظهر الفقر ويفقر سواء ما قاعد صدق بعدين فقير لأنه ما أظهر نعمة الله ولا رعى شكر الله من أصحاب البداية رضي الله عنكم آداب الجمعة اعلم أن الجمعة عيد المؤمنين وهو يوم شريف قد خص الله تعالى به هذه الأمة وفيه ساعة مفهومة لا مبهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إياها. بارك الله لكم في الجمعة وكل جمعة عيد المؤمنين يتلقون فيها مزيد من ربهم وقربة وزيادة إيمان ويقين ومعرفة في يوم الجمعة ساعة مبهمة لا يوافق عبد المسلم يسأل في حاجة إلا أعطاه إياها ذكر الإمام بن حجر في شرحه على البخاري والألباني 43 قولا في الجمعة في ساعة الإجابة يوم الجمعة ما هي فأرجح الأقوال ما بين صعود الخطيب المنبر إلى الصلاة وما بعد الصلاة وما بين العصر إلى المغرب وأكثر أقوال الصحابة أنها في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة في آخر ساعات يوم الجمعة وقيل أنها متنقلة ورد قول من يقول بأنها رفعت فلن ترفع لا ساعة الإجابة ولا يوم الجمعة ورد قول من يقول أنها جمعة في السنة بل كل جمعة في الأسبوع كما أن في كل ليلة إذا ساعة كل ليلة من الليالي ساعة إجابة تحصل لا يوافق العبد فيها أن يسأل ربه إلا أعطاه في كل ليلة ساعة إجابة مبهمة وكان بعضهم يقرأ عند النوم آخر سورة الكهف للاستيقاظ في ساعة الإجابة فإذا استيقظ أي ساعة من الليل دعا الله قرأ سعد لها يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفار عشية الخميس فإنها ساعة توازي في الفضل ساعة يوم الجمعة وأنوي صوم يوم الجمعة لكن مع السبت أو مع الخميس إذ فيه إفراده نهي فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل فإن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم
أي ثابت مؤكد، ثم تزين بالثياب البيض فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى. إن من خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم، البسوها في الجمعة، ففي يوم الجمعة لون الأبيض أفضل، وفي يوم العيد الأغلى أفضل، ثوب الأغلى أفضل. فإن صادف يوم الجمعة يوم عيد يلبس ياس الأبيض ولا الأغلى، في عامة اليوم يلبس الأغلى، في وقت الذهاب للجمعة يلبس الأبيض. واستعمل من الطيب أطيب ما عندك، وبالغ في تنظيف بدنك بالحلق والقص والتقليم والسواك وسائر أنواع النظافة، وتطيب الرائحة، ثم بكر ليطيب لك الذكر ولئلا تؤذي الملائكة ولا أحد من المؤمنين. هذا مقصود الطيب والتنظيف للإنسان، ليطيب له ذكر الرحمن، فإنه عند نظافة جسده وطيب رائحته يجد في الباطن أيضا ارتياحا انشراحا، فيطيب له الذكر. لذلك وليكون أرفق بالملائكة اللي يمشون معه ما يتأذون من رائحته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يؤذي الملائكة ولا يؤذي أحد من المسلمين يجلس جنبه ويؤذيه برائحته. فسنة التنظف وطيب الرائحة من أجل يطيب الذكر للرحمن ويطيب المجالسة للملائكة ولا يؤذي أحد من المؤمنين. ثم بكر إلى الجامع وسعى إليه على الهينة والسكينة. من كان يبين أن معنى السعي ليس المراد بالجري، وسعى الهينة والسكينة يعني المراد المضي، وليس المراد بالسعي الجري مقابل المشي، مشي وسعي، ليس المراد بالسعي في هذا الآية الجري. ولذا كان ابن مسعود يقرأ فامضوا إلى ذكر الله من يوم الجمعة، فامضوا إلى ذكر الله، ويقول لو قرأتها فاسعوا لجريت جريا. ولكن المراد فاسعوا إلى ذكر يعني امضوا، وليس المراد جرو، بل يمضي على الهينة والسكينة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. قرب تصدق وبذل وذبح في سبيل الله تعالى، بقرة بدنة يعني جمل، وبقرة وكبش ودجاجة، وآخر شيء بيضة أكثر الناس فيها، وبعضهم حتى البيضة ما يحصلها، يجي الخطيب قدوة على المنبر، وبقى نفسه طالب علم. وانا طالب علم قلت الخطيب هذا ما تجي، انت طالب نوم، انت طالب لعب، طالب كسل، ما انت طالب علم. ومن الساعة الاولى ده الساعة الاولى ما انت الساعة الاولى احسب من طلوع الفجر الى ان يدخل الخطيب كم الوقت، وزعه خمس اجزاء في رواية ستة، فالاولى الجزء الاول منه هو الساعة الاولى، الجزء الثاني الساعة الثانية، الجزء الثالث الساعة الثالثة، والجزء الرابع والخامس آخر شيء اللي متعلق به إلى أن يدخل الخطيب. فإذا دخل الخطيب فلا عاد شيء، خلاص. الملائكة أي محل يصلى فيه الجمعة يقعدون على مداخله، يكتبون الداخل الأول فالأول، إذا دخل الخطيب التفوا الصحف والتفوا حول المنبر يستمعون الخطبة. طيب، ولكن قول المالكية هذا يناسب الكسالى، انه الساعات من حين الزوال الى ان يطلع الخطيب توزع خمسة اجزاء، استدل بقوله راح، والرواح انه يكون بعد الزوال، قبل الزوال غدو، ولكن قد يستعمل في اللغة احيانا راحة وغداء، كل المحلة الاخرى تستعمل. ولكن استدلوا من هذا ان الخمس ساعات تجي من عند الزوال الى دخول الخطيب، فهذا يناسب الكسالى. بعده كمل الحديث: ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح في الساعه الخامسه فكانما اهدى بيضه،
فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر. ماذا؟ ويقال إن الناس في قربهم عند نظر إلى وجه الله تعالى على قدر بكورهم من الجمعة. على قدر. على قدر بكورهم من الجمعة. لا إله إلا الله. هذا أمر عظيم، إن في قربهم عن ساحة النظر إلى وجه الله. يقول على قدر بكورهم إلى الجمعة. ثم إذا دخلت الجامعة فاطلب الصف الأول، وإذا اجتمع الناس فلا تتخطى رقابهم ولا تمر بين أيديهم، واجلس بقرب حائط أو أسطوانة حتى لا يمر بين يديك. تمر حتى لا يمر بين يديك، ولا تقعد حتى تصلي التحية. وحسنا أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص 50 مرة. ففي الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له ذلك. 3-4 ركعات في يوم الجمعة ومن الضحى، هذه تكون اقرأ في كل ركعة 50 من قوله الله أحد، من رأي لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو يرى له. وهذا يذكره المجربون أنه كثير يحصل له، أنه لا يمر مقدار سنة غالبا إلا وقدرها. ولا تترك التحية وإن كان الإمام يخطب، ولكن توجز فيها إذا الإمام قد يخطب إذا متأخر فأوجز في التحية. ومن السنة أن تقرأ في 4 ركعات سورة الأنعام والكهف وطه وياسين، فإن لم تقدر. هذه من جملة السور المستحب قراءتها يوم الجمعة، الأنعام والكهف وطه وياسين. فإن لم تقدر في سورة ياسين ولم لاميم السجدة وحاميم الدخان والملك، ولا تدع قراءة هذه السور ليلة الجمعة ففيها فضل كثير، ومن لا يحسن ذلك فليكثر قراءة سورة الإخلاص. في الحديث من قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة أصبح يستغفر له 70,000 ملك فأصبح مغفورا له. سورة الدخان ليلة الجمعة. وكذلك في الحديث من قرأ سورة آل عمران أو سورة التي تذكر في آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة حتى تغرب الشمس. وفي الحديث يقرأوا سورة هود يوم الجمعة، فهذا من السور الواردة. وكان محمد بن علي بن شابي يذكر عن والده كان قال نحو 70 من القرآن السور الواردة في الجمعة يقرأها الوالد، كان يطلع مبكر الجمعة يقرأ، قال قريب 70 من القرآن من السور الواردة يلقط السور الواردة ويقرأها. نعم. وأكثر الصلاة بعده. وأكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم خاصة. ومهما خرج الإمام فاقطع الصلاة والكلام، واشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبة والاتعاظ بهما، ودع الكلام رأسا في الخطبة. ففي خبر أين من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت أو صاح فقد لغاه، ومن لغاه فلا يمعث له، أي قوله أنصت كلامه. فينبغي أن ينهي غيره بالإشارة لا باللفظ. لا باللفظ. ثم انكذب الإمام كما سبق والله أعلم. هذا كما كثرة الصلاة والسلام على النبي يوم الجمعة وليلة الجمعة خصوصا وفي جميع العمر عموما. فهو القائل إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. عدت عليك يوم الجمعة أمس كم صليت عليك؟ كم؟ 3,000 4,000 أقل أكثر كم؟ 1,000 2,000 500 700 كم؟ أكثرت الصلاة يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر فيما صليت علي. وبعدين عضو خير وبشارة وترغيب خاص قال من صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. واختلفوا في أقل الإكثار بين 300 و 700 أو 3,000، أن هذا إكثار. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وآله. دعا
ذكر نالكم قصة بعضها ذكرها بعض أهل العلم من أهل سوريا قديم تكلمنا عنها في أيام الحوادث السابقة حق الشام الحوادث السابقة قبل 30 سنة. يقول جاءتنا امرأة تبكي ظنيت انه قلت لها هدا ابوها ولا اخوها ولا زوجها شيء ما قلت لها احداث عندهم في حمادك الايام وهدى عليها تسكتت ايدي بكيك مالك قالت لي 3 ايام ما رأيت رسول الله قال ايه قالت 3 ايام انقطع عني فما رأيته هذا البقاء من شان هذا اللي انت ترينه كل ليلة قالت نعم كل ليلة ولكن الان 3 ليالي ما ادري ايش المصيبة اللي وقعت فيها من دين قصة عن نفسه قال كم وردك من الصلاة عليه قالت كل يوم 15,000 اليوم صلي 15,000 قالت ترى كل ليلة صلى الله عليه وسلم يقرأ رضي الله عنكم الاتيان بالمشروع والتقرب به إليه تعالى واجب فالاتيان بالمشروع والتقرب به إلى الإله جل أمره واجب إذ هو الدين كله وهل الدين إلا الامتثال والاجتناب والاتيان بذلك لا بد له من التعاضد والتعاون والتناصر والاعتضاد وهذه لا تمكن إلا بصيرورة الأخلاق المحمدية ملكة للإنسان يتصرف بها أن حل وضعا فصار تعلم الأخلاق والعمل عليها بل إدمان عليها حتى ترسخ وتثبت وتندبيغ بها النفس الشرودة ويتطبع بها الطبع وتستحيل تكاسته إلى تهذيب وانقياد واستسلام لما جاء به الشرع واجبا شرعيا وعقليا وطبعيا. أما الشرع فقد قررناه من حيث إنما لا يتوصل للواجب إلا به فهو واجب. هذا لمن يعاني التقرب إلى الله تعالى كما كان عليه السلف الصالح. وأما اليوم فالرجل إذا صلى الصلوات الخمس بدون مواقيتها وربما لم يختلف عليه الموطن وهو في الصلاة فكما كان خارج الصلاة يتقلب في الكون وأربابه ويتفسح في عالم الأقدار وأنحائه كذلك ينظر حالة المناجاة في الصلاة وربما تكثر عليه الإلقاءات الشيطانية كما أخبر المعصوم إذا أذن المؤذن وأدبر الشيطان وله ضراط حتى إذا ثويب بالصلاة أقبل فلا يزال يخطر ببال أحدكم ويقول له أذكر كذا حتى لا يدري كم صلى الحديث أو كما قال فنجده في الصلاة أكثر مما كان في المداخلات الخلفية ومع ذلك يظن أنه لم يبق للحق تعالى عليه حق وتجده يشكك في الولاية ما معناها وهل هي زائدة على ما قلناه فيضل في بحار الأهواء وينسى في أمواج الغفلات ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم في قلوبهم مرض ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم قال سيدنا أنس بعدما أسلمنا 16 عاما وظهر فينا شيء من المزح خوطبنا بهذا الخطاب وهذا وهم بين ظهراني شمس النبوة وقمر الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وعنا وأصحابنا بهم آمين فكيف بنا وقد بعدنا عن زمن النبوة والقرب منها مكانا فعونك يا حليم لطفك يا عفو يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عظيم فيقول فتترسخ وتتأكد وتثبت فيك الأخلاق المحمدية الكريمة حتى تصلي صلاة ذات حضور تذكر ذكر مع حضور وتعمل الطاعات وأنت على صلة بالعالم الخفيات جل جلاله لا غافلا وبذلك تثمر الأعمال. أما إذا كان القلب في أودية الوسواس فحتى في الصلاة يظل يناجي إبليس يتناجي مع الظاهر ويناجي الرحمن وهو يناجي إبليس في طول صلاته والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يخلقنا بأخلاق النبي محمد ويدبنا بأدابه وقال أدب الصحابة لما مالوا إلى شيء
من المزح بعد مرور السنوات عليهم، فقال: ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله وما نزل من الحق ولا يقولون خلينا نوتوا كتابا من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فوجب الاعتدال في الأحوال وعدم التبصير في مراجعة النفس ومراجعة الحساب على مدى الأوقات. قاعدة حكم الفقه عام في العموم، لأن مقصده إقامة رسم الدين ورفع مناره وإظهار كلمته. وحكم التصوف خاص في الخصوص، لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائد على ذلك. فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي، ولم يصح إنكار الصوفي على الفقيه. ولزم الرجوع من التصوف إلى الفقه في الأحكام والحقائق لا بالنبذ والترك والاكتفاء به دونه، ولم يكفي التصوف عن الفقه بل لا يصح دونه. ولا يجوز الرجوع منه إليه إلا به، وإن كان أعلى منه رتبة فهو أسلم وأعم مصلحة. وفي ذلك قيل: كن فقيها صوفيا ولا تكن صوفيا فقيها. وصوفي الفقهاء أكمل من فقيه الصوفية وأعلم، لأن صوفي الفقهاء قد تحقق بالتصوف حالا وعملا ولغة، بخلاف فقيه الصوفية فإنه لم يتمكن من علمه وحاله، ولا يتم له ذلك إلا بفقه صحيح وذوق صريح، ولا يصلح له أحدهما بدون الآخر، كالطب الذي لا يكفي علمه عن التجربة ولا بالعكس. فهم نعم، جعل الله لنا فقه ظاهر وفقه باطن، فاشتهر الفقه الظاهر باسم الفقه، واشتهر في الأمة فقه الباطن باسم التصوف. وحكم الفقه عام في العموم، لأن مقصود إقامة رسم الدين ورفع مناره وظهر كلمته على العموم، لكن حكم التصوف خاص في الخصوص. فكل متصوف فقيه، ليس كل فقيه متصوف، ومن تصوف ولم يتفقه فليس بصوفي ولا بفقيه، لأنه معاملة بين العبد وبين ربه من غير زائد في خصوصيات تتعلق بالعلاقة الخاصة الباطنة بين الإنسان ومولاه جل جلاله. لا إله إلا الله. فمن ثم صح إنكار الفقيه على الصوفي، أي على الذي ينتمي إلى التصوف على غير وجهه، ولم يصح إنكار الصوفي على الفقيه، ولزم الرجوع من التصوف إلى الفقه في الأحكام والحقائق، أن حقائق العبادات لا بالنبذ والترك والكتاب دونه. ولم يكفي التصوف عن الفقه بل لا يصح دونه، ما يصح. ولا يجوز الرجوع منه إليه إلا به. وبهذا يقول سيدنا الإمام مالك: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تفقه وتصوف فقد تحقق. يعني قام بحجة السمر من وحجة الإحسان تحقق. ولهذا يقول: صوفي الفقهاء وفقيه الصوفية، صوفي الفقهاء أكمل، لأن فقيه الصوفية سبق إليه بعد ظاهر العبادات والمعاملة مع رب، ثم تدارك نفسه بأخذ نصيب من الفقه. فيقول: صوفي الفقهاء أكمل وأعلم، لأنه مضى على الترتيب تدرج وطلع درجة صحيحة، وهذا بدأ بالثاني ثم رجع إلى الأول، فالأول أكمل منه. وعلى هذا الحال كان قدم أسلافنا. ويقول: إن صوفي الفقهاء تحقق بالتصوف حالا وعملا وذوقان، فقد دخل الى الاحسان بتحقيق الاسلام والايمان، فيدخل بمعرفة الى عالم الذوق. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. قال: ولا يتم حقيقة التصوف إلا بفقه صحيح وذوق صريح، فلا يكمل أحدهما دون الآخر، ولا يصلح أحدهما دون الآخر، لا ذوق من دون فقه ولا فقه من دون ذوق.
يعني كمثل الطب الذي لا يكفي علمه عن التجربة ولا التجربة عن العلم به، فهو مبني على التجربة وهو علم بعد ذلك، ولا يمكن أن يكون طبيب من يجر بعد ما عنده علم سابق، عاد يجرب على واحد يقتلهم. نظر الله إلينا وثبتنا ورعانا بعنايته وأبصرنا في ذات محبته. هذا يقول الآيات آخر سورة الكهف من عند قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا آخر سورة الكهف إلى آخرها. رزقنا الله يقظة القلوب وانتباهها من كل نومة واتصاف بالعيوب، نبقاه الله عن ذلك، ورزقنا سبحانه نقاء عن المعايب وطهرا عن المثالب، ورزقنا شربا من أحلى المشارب ويدخلنا في دائرة الأطايب في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم فيما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقه وفقه.